السلام عليكم، أهلا بكم في أول حلقة من حلقات السي سي ان اي. أنا خالد عبد الله، وإن شاء الله هشتغل معاكم الكورس دوت. هنبتدي أول حلقة ديت هندي انترودكشن عن الكورس نفسه وإحنا هنشتغل إزاي. أنا كنت أوريدي نوهت عن كذا نقطة في الفيديو بتاع الخطة، بس ان شاء الله في الفيديو دوت هنوضح اكتر يعني ايه هي البلان اللي احنا هنمشي عليها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، احنا كنا اتكلمنا عن الكتاب، وكنت حطيت لكم اللينك بتاعة الكتاب في الديسكريبشن بتاع الفيديو اللي فات. فخلينا كده نبص على الكتاب سوا. و ثانية واحدة، خلينا نبص على الكتاب سوا ونشوف ايه الحاجات اللي فيه. طيب، ده اللينك بتاع الكتاب. لو انت بصيت هنا كده هتلاقي هو الكتاب اسمه CCNA، تمام، Official Certification Guide Library Premium Edition E-Book and Practice Test. مبدئيا دوت E-Book، يعني انت مش هيجيلك نسخة حقيقية، يعني مش هيجيلك نسخة هارد كوبي يعني من الكتاب، لا هيجيلك نسخة PDF، تمام، وهي Available في كذا فورمات. يعني ممكن يشتغل على الايباد، يشتغل على حاجات الاندرويد، او يشتغل على الويندوز عادي بالPDF، او اي حاجة من الحاجات ديت بالPDF عادي. اوكي، طيب انت هتلاقي كده هو من نفسه يعني عامل واجب كده معاك وبيقول لك انت البرايس بتاعك 48. طبعا انت هنا الاول محتاج تعمل فري اكاونت، تمام، فهتخش بقى جوين وتعمل فري اكاونت وبعد كده تساين ان. هتلاقي هو من نفسه مخفض لك الكتاب ب 48، ماشي. ولما تيجي هنا اد تو كارت مثلا، هتلاقي ان هو كمان بيديك شوية اوفرز. يعني خلينا نرجع تاني. بص مثلا لو احنا جينا هنا دوسنا على سيسكو بريس، هتلاقي اصلا بيقولك في فوتشر مثلا اسمه نو شيب، ده شغال لحد 8 يناير، دوت بيديك 45%. يعني انا الكتاب لما كنت اشتريته كان واقف عليا تقريبا $33. طبعا $33 انا من وجهة نظري يعني ان هو سعر معقول، خصوصا ان انا هوريكم دلوقتي ايه كمان بقى الحاجات اللي مع الكتاب. طيب، يبقى دوت عرفنا الكتاب الفاوتشر. هتشوف دلوقتي انت تقدر تريجستر بقى، تمشي على التعليمات اللي جوه الكتاب نفسه عشان تاخد الاونلاين ريسورسز، والاونلاين ريسورسز ديت هوريها لكم دلوقتي. طيب تمام، الكتاب متقسم ايه؟ وخلي بالك الكتاب ده بيتباع بطريقتين. الطريقة الأولانية ان هو يتباع CCNA Volume 1 او يعني الجزء الأول لوحده والجزء الثاني لوحده، ده ليه سعر وده ليه سعر. الكتاب اللي انا حاططه لكم هو الكتاب عبارة عن الجزئين مع بعض، تمام. والجزء الأولاني ده متقسم 8 أجزاء، والتمن أجزاء دول عبارة مع بعضهم عن 29 شابتر. فوليوم 2 متقسم 5 بارتس، وال 5 بارتس دول عبارة عن 19 شابتر، يعني المجموع كله انت بتتكلم فيه حوالي 48 شابتر، تمام. طيب، ايه هي بقى الاونلاين ريسورسز؟ يعني ايه الاضافات اللي بتيجي مع الكتاب؟ بيبقى عندك براكتس كويستشنز اند اكزامز بير شابتر. كل شابتر هتلاقي عليه أسئلة، وأسئلة شبه شوية اللي بتيجي في الامتحان، مش هي هيها عشان نبقى واضحين، بس شبهها نفس الطريقة. بيراجع لك على الكي توبكس، ايه هي النقط المهمة اللي تعرفها في كل شابتر. في حاجة اسمها فلاش كاردز، ديت بيجيب لك فيها كده شوية معلومات أساسية برضو عن الشابتر، هنعرفها مع بعض، هنراجعها مع بعض. حاجة اسمها ميموري تيبلز اند اكسرسايزز، ديت برضه شوية تمرينات بيجيبها لك على بعض التشابترز مش كلها. كونفجريشن اكسرسايزز نفس الكلام، شوية تمرينات عن الجانب العملي
وديت برضو بيجيبها لك لكل تشابتر. في فيديو ترينينجز كمان طبعا بالانجلش لكل تشابتر او يعني الغالبية التشابترز، كونفيجريشن لابس للحاجات اللي فيها عملي، وفي كمان نتورك سيميوليتور تقدر انك تشتغل عليه. مش ده اللي احنا هنشتغل عليه في الكورس، النتورك سيميوليتور دوت احنا هنشتغل على واحد تاني برضو من سيسكو، ولكن انت تقدر تستخدم الاثنين كمان، انت ليك كمان نتورك سيميوليتور اضافي بما انك انت هتشتري الكتاب. فانا شايف بصراحة الموضوع مجدي يعني ان انت تشتري الكتاب، ده رأيي الشخصي يعني. انا شخصيا اشتريت الكتاب عشان احضر لكم منه يعني، انا مش محتاجه، ما مش محتاج خلاص الحمد لله يعني ذاكر سي سي ان اي، بس انا اشتريته اوريدي علشان احضر لكم منه، فانا شايف ان هو فعلا ليه قيمة يعني. طيب كل تشابتر هياخد مننا ايه بقى البلان بتاعت الكورس؟ كل تشابتر هياخد مننا من 2 لـ 4 سيشنز، كل سيشن من 20 لـ 30 دقيقة. التشابتر ريفيو هنعمله في سيشن، والتشابتر ريفيو ده هيبقى عبارة عن الفلاش كاردز هنبص عليها، الكي توبكس، وهنبراكتس شوية أسئلة مع بعض بحيث إن احنا نعرف ايه المنطق اللي انت تفكر بيه لما تيجي تجاوب على سؤال، هو يقصد ايه من السؤال، خصوصا ان غالبيه الاسئله ما بتجيش مباشره. و طبعا اللابات بتاعه التشابتر هنعملها على سيشن او اتنين على حسب بقى كل تشابتر فيه قد ايه عمليه يعني. وفي الاخر خالص هنعمل في اخر الكورس هنعمل لاب كبير قوي ريفيو. الناس اللي خدت معايا كورس السي سي ان قبل كده عارفه اللاب دوت، هو لاب بيبقى حوالي 8 ساعات يعني، بيبقى كبير بنديه في سيشن طويله قوي. اللاب دوت المفروض هيبقى لامم كل التوبكس بتاعت السي سي ان ايه من اولها لاخرها مع بعضها، وبطريقه تفهمك يعني. الغرض الاساسي منه مش ان هو يلم بس، لا، الغرض الاساسي منه ان هو يفهمك الدنيا كلها على بعضها بتشتغل ازاي يعني. كل التكنولوجيز اللي احنا هنتكلم فيها ديت لما بقى تيجي تحطها في نتورك واحده بتبقى عامله ازاي، وانت تبني بيها ازاي نتورك واحده، سواء نتورك الشركه، نتورك المصنع، لاي حاجه. تمام. طيب ايه بقى الاستادي بلان؟ خلينا كده متفقين، سماعك للكورس مني ده يعني اعتقد هيغطي من 40 لـ 50% من الكورس. هو هيغطي ان شاء الله كل معلومات الكورس، بس انا بتكلم ان انت كده خلصت من 40 لـ 50% من السي سي ان اي. مذاكرتك انت بقى هو الجزء الباقي اللي هم من 50 لـ 60%. فمن غير مذاكرتك ملوش لازمة يعني، هتسمع كلامه هتنساه، ما هتخش تنام هتنساه، كل سنة. طيب طيب أول حاجة في الاستادي بلان تتفرج كويس جدا على الفيديوهات اللي أنا هعملها إن شاء الله، وزي ما احنا أو زي ما أنا وضحت لك قبل كده إن الفيديوهات هحاول بقدر الإمكان إنها ما تبقاش طويلة علشان ما تزهقش وتمل ويبقى حمل على قلبك وبتاع. لأ، يبقى الفيديو من 20 لـ 30 دقيقة تقدر تخلصه وانت بتاكل وانت في المواصلات وانت في الحمام، اي حاجة اللي انت عاوزه. تمام. تاني حاجة تقرأ التشابتر من الكتاب بعد ما نخلص التشابتر على بعضه يعني. احنا قلنا مثلا تشابتر مثلا واحد هياخد له مثلا من حصتين لثلاث حصص هنفترض، بعد ما نخلصهم ابتدي انت اقرا تشابتر من الكتاب. تمام. القرايه في الاول، بص، في العموم اللي ما تعودش يقرا او اللي حتى بيقرا عارف ان القرايه هي عباره عن مهاره زي اي مهاره انت بتحاول تتعلمها، وفي الاول بتبقى بطيء، بعد ما تمشي فيها تبتدي تقرا اكتر، تبتدي القرايه تبقى اسرع، تبتدي تعمل حاجه اسمها سكيمينج ريدنج او سكيم ريدنج، ان انت بتقدر كده تريفيو بسرعه بعينيك الكلام، تعرف فين النقط المهمه وفين النقط اللي مش مهمه. وهو الميزه كمان في الكتاب دوت ان هو نفسه قايل لك ايه النقط المهمه وايه النقط اللي ممكن تقراها قرايه جرايد. تمام. فانت هتتعب الاول اول 2-3 تشابترز في القرايه، بعد كده هتلاقي الدنيا بتتحسن، ده صدقني لمصلحتك. انا بالنسبه لي انا مش مستفيد اي حاجه لما انت تقرا، ومش خسران اي حاجه لما انت ما تقراش، بس ده لمصلحتك انت. اوكي. إيه بعد كده هتريفيو بقى معايا التشابتر في السيشن اللي هنعملها لكل تشابتر، هتبقى تشابتر ريفيو
يبقى انت المفروض احنا مثلا خلصنا الشابتر مثلا في 3 حصص هنقول، انت بقى قبل الحصه الرابعه، الحصه الرابعه دي اوتوماتيك كده هتبقى ريفيو عن الشابتر، قبل الحصه الرابعه تكون انت ذاكرت لي ال3 حصص دولت بالشابتر بتاعك تمام، وبعد كده تتفرج على الشابتر ريفيو. هنبتدي احنا برضو مع بعض، وانت كمان هتشوف الاونلاين ريسورسز بتاع كل تشابتر، اللي هم الاونلاين ريسورسز اللي انا وريتهم لك قبل كده، اللي هو الفلاش كاردز والريفيو والاسئله واللابات والكلام ده. البراكتس لابس اللي احنا هنعملها مع بعض وهوريها لكم ان شاء الله هتتعمل ازاي، دي على قد ما تقدر اعملها. يعني لو عدت اللاب الواحد 5 مرات ده احسن لك، 10 مرات احسن واحسن. يعني ما تاخدش ان اللاب بيتعمل مرة وخلاص، كل ما ايدك هتمشي في الكونفيجريشن كل ما احسن لك. طيب بالنسبة للانجليش، خلينا كده نتفق على حاجة عشان دوت بيبقى عائق لبعض الناس تمام. انت ادام دخلت مجال الاي تي انت حياتك كلها انجليش، ما ملهاش حل. حتى لو في كتب، وفي على فكرة في ماتيريال للسي سي ان اي بالعربي وانا ما رضيتش اجيبها لكم، ومتاحة ليا من سيسكو نفسها وانا ما رضيتش اجيبها لكم. ليه؟ لان مش ده الحل. انت كده يعني ايه، يعني ايه، بتتحايل على الواقع. الواقع ان انت حياتك كلها بالانجليش في الاي تي، فيبقى انت من دلوقتي حاول انك تحسن الانجليش بتاعك. طيب حد هيجي يقول لي مثلا انت بقى تقعد تقول لي خد كورسات وروح مش عارف بريتش كاونسل وروح فين، لا، لحد ما تعمل كده انا مش عاوزك تبقى فلوينت في الانجليش، مش عاوزك تبقى بتتكلم 100% في الانجليش، بس انا على الاقل تبقى بتعرف تقرا. فانا عاوزك كل ما هتقابل كلمه جديده في الكتاب هتحفظها وتحفظ معناها. بعد فتره خلاص هتلاقي الحاجات دي بتتكرر، يعني انت على بص الكتاب كده هتلاقي خلاص ما نادرا اول ما بتقابلك كلمات جديده تمام. وطبعا اهم حاجه في كل الكلام دوت ان انت تبقى ملتزم بالمذاكرة، وان انت تبقى صبور. ليه بقى حتة الصبور؟ لان احنا مش كل المعلومات هنقولها في الاول، لا، انت هتلاقيني في الاول هو ده سيستم الكتاب حتى بيفتح لك كده شوية موضوعات بس مش كاملة، وبعد كده يبتدي بقى ياخد موضوع موضوع يستفيد فيه، وفي مواضيع ما بيستفيدش فيها. ده معناه حاجة من الاتنين، يا إما هي في السي سي إن بي يا إما هي مش عليك أو مش مهمة، فما تشغلش دماغك بيها. لكن المواضيع لازم تبقى صبور، لأنه هيبتدي يستفيد في المواضيع بعد كده تمام كده. طيب كده احنا خلصنا الحلقة ديت، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنينا ان شاء الله في الحلقة الجاية هنبتدي ندي انترودكشن عن النتورك. شكرا جدا ليكم، اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام عليكم.